ما الذي يحدث في الداخل الإسرائيلي؟ الداخل الإسرائيلي باستمرار فيه قلق وفيه مظاهرات من قبل أحداث غزة ومن بعد أحداث غزة، ويمكن أحداث غزة جزء من هذا القلق ومن هذه المظاهرات. إزاي؟ إحنا عارفين إنه إسرائيل بقالها مدة فيها مظاهرات ضد التعديلات القضائية اللي كان نتنياهو عايز يسيطر بيها على المحكمة العليا. من حوالي شهرين أنا كتبت الكلام ده فعليا، إنه من المنتظر إنه الحكومة الإسرائيلية تحاول التغلب على هذه المظاهرات بفتح ثغرة أمنية متعمدة يدخل منها فدائي يقوم بعملية مسلحة وتلتفت للداخل وتحمر لهم عينيها بالعربي كده، وتحمر لهم عينيها وتقول شغلتم الأمن عن الحدود ارجعوا لبيوتكم، فيرجعوا. مع الأسف أنت لما بتخرج من بيتك الصبح وأنت متوقع فيه مطر ممكن تلبس جاكيت عشان المطر، لكن لو المطر جه سيل ممكن يكتسح أي حاجة قدامه مهما كنت لابس. ده اللي حصل. يعني في تراخي أمني متعمد، هو ساب ثغرة أمنية متعمدة عشان يدخل فدائي يعمل عملية، لكن الثغرات الأمنية اللي تركت دخلت 1000 فدائي عملوا اجتياح. اللي حصل في 7 أكتوبر كان مخطط له من جانب المقاومة، لكن ما كانش مخطط له جيدا من جانب إسرائيل. في ثغرة أمنية متعمدة دي أكيد. المجندين الإسرائيليين اللي بيشتغلوا في المنطقة دي قالوا في أكتر من تسجيل إنه الجدار من الصعب الاقتراب منه، مش مجرد اجتيازه، الاقتراب منه. لو قطة قربت من الجدار بيعمل ألارم بيقوم الدنيا كلها، لو عصفورة وقفت على الجدار بيعمل ألارم، فما بالك بما يدعون إنه 2000 مسلح فلسطيني عدوا من الجدار. يبقى إذن كان في ثغرة أمنية متعمدة كان الهدف منها إنهم يقولوا للداخل الإسرائيلي كفاية كده، أنتم شغلتوا الأمن عن الحدود، وبالتالي يتراجع الناس تحت ضغط التهديد الأمن، لأنه النهاردة أنت شغلت عن الأمن عن الحدود، لو استمريت لا الأمن هيقبض عليك، لا هيعتقلك، لا هيضرب عليك رصاص. فبالتالي بيتراجعوا تحت التهديد الأمن. دي مش سياسة حالية بس، دي سياسة متعمدة من الحكومة الإسرائيلية طوال فترات وجود إسرائيل. في لحظة معينة إذا المظاهرات تجاوزت، هل ده دايما بيحصل قبل الانتخابات الإسرائيلية أو في الأجواء ما قبل الانتخابات الإسرائيلية بنلاقي اللي ده بيحصل؟ في كل الأجواء اللي فيها احتجاجات. في اللحظة اللي بيحصل فيها احتجاجات، إذا كانت احتجاجات قليلة ومقبولة بيسيبوها، لما تزيد عن الحد بيعملوا الحكاية دي. وده حصل كتير جدا في تاريخ إسرائيل، وعشان كده لأنه حصل كتير جدا ومتكرر في تاريخ إسرائيل فكان متوقع. أنا واحد من الناس توقعته وكتبت عنه والكتاباتي موجودة لسه. يبقى إذن اللي حصل كان متوقع. ده قبل الايه؟ قبل العملية بتاعت 7 أكتوبر. بعد العملية بقى في البداية طبعا الاحتجاجات تراجعت لأنه خايفين من أنه في خلل أمني حصل. الناس قاعدة في بيوتها خلاص وبتدعم وبتعزز وبتستدعى للخدمة في الاحتياط. 650 ألف جندي مستدعين وقفوا الداخل الإسرائيلي كله. لكن بعد أسبوع 10 أيام ابتدت الناس تفوق، لا اللي بيحصل ده مش طبيعي. فابتدت تنزل مظاهرات تانية، أهمها مظاهرات الناس اللي أهلها احتجزوا، اللي أهلها سقطوا في الأسر. تعالى الأول نتكلم عن الناس اللي سقطت في الأسر دي، لأنه في سوء فهم كبير جدا بالنسبة لهم. بيدعوا إنه في مدنيين كتير قوي سقطوا في الأسر. من سقط في الأسر سقط نتيجة لمهاجمة مواقع عسكرية. القوات الفلسطينية اللي اقتحمت هجمت مقر قيادة فرقة غزة ومقر قيادة المنطقة الشمالية وأحد مقرات الموساد، وأثرت منهم عسكريين كتير جدا. النهاردة وانت بتعمل عملية فدائية وبتقصر عسكريين، أولا خد بالك الفلسطينيين اللي دخلوا كلهم كانوا لابسين زي عسكري، مفيش حد دخل بزي مدني. يعني مع كده انهم ملتزمين بالقواعد الدولية لمقاومة الاحتلال. الاحتلال في تعريف القانون الدولي هو عملية عدوان متواصل، والمقاومة حق مشروع لمن يخضع للاحتلال. فهم ملتزمين بقواعد القانون الدولي، ارتدوا زي عسكري ودخلوا وأثروا عسكريين. لكن وانت بتعمل عملية عسكرية ممكن يصادفك مدنيين. لما بيصادفك مدنيين هل الأفضل انت تقتلهم ولا انت تاخدهم معاك وتفرج عنهم بعد كده؟ ده اللي حصل، انه صادفوا مدنيين ولانه عنده الناحية الإنسانية عالية ما رضيش يقتلهم، خدهم معاه عشان ما يبلغوش ان في عملية. ولما خدهم معاه خدهم فترة وبعد كده ابتدى يفرج عنهم، فأفرج عن المدنيين اللي عنده اللي هو بيحتجزه عسكريين، سواء في قوة العسكرية في القوة الحالية أو في قوة الاحتياط. حاجة تانية، الأجانب اللي بيقولوا إنهم محتجزين في غزة أغلبهم في الأساس
يحملوا جنسية مزدوجة، وأغلبهم في الأساس يخدموا في جيش الاحتلال. يعني مفيش أجنبي بمعنى الفوم، مفيش واحد أمريكي بس واخدينه أسير، مفيش واحد بريطاني بس واخدينه أسير. لكن طالما تشدق الإعلام الإسرائيلي بأن كل المواطنين الإسرائيليين جنود احتياط في جيش الاحتلال، دي نقطة تانية كمان، دي أهم. لكن اللي أنا عايز أقوله أنه حتى الأجانب اللي خدوهم كانوا بيخدموا في جيش الاحتلال. عايز أشيل نقطة صغيرة قوي في الحتة دي، في ظاهرة دولية ويجب أن يلتفت لها العالم كله، ويجب أن يعاقب عنها لأنها ظاهرة خطيرة، أنه في باخات سياحية بتتعمل في إسرائيل، انه نعلن عن نزهه في اسرائيل، نجيب واحد من فرنسا وده حصل، من فرنسا بالذات ومن بريطانيا وده حصل، من بريطانيا بالذات نجيب ناس منهم يتفسحوا في اسرائيل، بنقول لهم هتعيشوا التجربه الاسرائيليه. جزء من التجربه الاسرائيليه انه يعيش يومين في مستوطنه ويعيش يومين في مدينه اسرائيليه ويخدم اسبوع في جيش الاحتلال، ينزل يصطاد فلسطينيين يقتلهم بالرصاص وبعد كده يروح يبقى مبسوط. الناس دي لازم تحاكم كمجرم حرب، لما يحصل حاجه زي كده لازم لما يرجع بلده يحاكم كمجرم حرب. نرجع لموضوعنا، يبقى إذن الجنود اللي أخذوا في العملية في 7 أكتوبر دول جنود وجنود في جيش الاحتلال، وهم أخذوا بموجب عملية عسكرية في إطار مقاومة مشروعة بينظمها القانون الدولي. يبقى إذن ما ترتب على كل هذا من خطاب إسرائيلي ومن خطاب أمريكي هو باطل ولا يجب أن يلتزم به أحد.